هدف أفشة يا ريت نعرضه برضو، لان وشفناه من شويه عايزين نعرضه تاني، لان الهدف ده مهم بخلاف ان هو هدف جميل، وبخلاف ان في يعني لمحه مهاريه رائعه من محمد مجدي أفشة، لكن الاهم بالنسبه لي ان هو بصوا حضراتكم الضغط، خد الكوره ما ترددش، حطها على طول، الحساسيه موجوده، عارف هو بيلعب الكوره ازاي، عارف هيحطها ازاي، مهاره كبيره جدا جدا من أفشة، بخلاف الروح اللي انتم شايفينها دي. بص شريف جري على أفشة ازاي، بص الحب اللي موجود ما بين اللعيبه، الحاجات دي هي اللي بتجيب والله البطولات، وده اللي احنا متعودين عليه دايما في النادي الاهلي. لكن هرجع لحته أفشة، لان الهدف ده مهم بالنسبه له على المستوى المعنوي، لان بصراحه أفشة بقى له ماتشين ثلاثه، كان بقى له ماتشين ثلاثه هو نفسه مش مبسوط من الاداء بتاعه، عنده احسن من كده بكتير، وده امر طبيعي ان انت انت بتعمل موسم ممتاز، بس هيجي لك ماتشين ثلاثه مستواك يقل شويه، ده عادي في الكوره ما فيهاش اي حاجه، لكن الهدف ده قبل كايزر تشيفز هدف معنوي مهم جدا جدا لأفشة في الحقيقه، فده من ضمن المكاسب المميزه بخلاف حسين الشحات اللي بيتالق وبيستمر في تالقه والضغوط اترفعت عنه، خدت وقت شويه في الحقيقه. لكن تعالوا كده نفتكر بمناسبه حسين الشحات، نفتكر علي معلول اول ما جه النادي الاهلي، هل كان هو علي معلول بتاع دلوقتي؟ لا طبعا، علي معلول المباراه اللي خليته انطلق وبقى علي معلول مع النادي الاهلي هي مباراه الترجي في تونس لما كسبنا 2-1 بعد ما كنا متعادلين هنا 2-2 لو تفتكروا في 2017 مع الكابتن حسام بدري، جه هدف بسببه في بدايه المباراه هناك، وبعد كده هو جاب هدف وعمل هدف لاجاييه، كانت دي بدايه انطلاقه علي معلول مع النادي الاهلي. قبل كده ما كانش هو ده علي معلول اللي احنا كنا منتظرينه، لكن بعد كده لا، عندنا ظهير ايسر عالمي عالمي بصراحه. نفس الحال بالنسبه لعمرو السوليه، عمرو السوليه برضو اول ما جه النادي الاهلي ما كانش هو عمرو السوليه بتاع دلوقتي، واهميه عمرو السوليه دلوقتي بالنسبه للنادي الاهلي، فطبيعي في بعض اللاعبين بياخدوا فترات طويله، لكن المهم الناتج في الاخر يكون ايه؟ يكون ايجابي، يكون بالمستوى اللي احنا بننتظره، ده اللي بيحصل مع حسين الشحات، لعيب بكواليتي عاليه جدا، لعيب ممتاز، واضافه بكل تاكيد لصفوف النادي الاهلي. فكلها امور ايجابيه بالنسبه للفريق قبل مباراه مين؟ كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم.